بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الإخوة الذي يقول: ما هي ثمرات وفضائل المحبة في الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثمرات المحبة لله عز وجل كثيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث الآخر، الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثمرات المحبة لله بين المؤمنين يحصل بها الترابط والتعاون والتعارف واجتماع الكلمة، يحصل بها فوق ذلك الثواب. والله جل وعلا كما في الحديث القدسي أنه يوم القيامة يقول: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، وغير ذلك من ترغيب في المحبة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل الانتحار وقتل النفس من ضعف في الدين أو مرض، وما علاج ذلك؟ قتل الإنسان لنفسه من الكبائر، من الكبائر العظيمة، ويحرم من دخول الجنة كما في الحديث، من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما بلغ به الضر والكرب، يصبر ولا يقتل نفسه. كان رجل شجاع يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب الصحابة بجلده وجهاده وصبره على القتال، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما أبلينا مثل ما أبلى فلان. قال: هو في النار. فشق ذلك على أصحابه، تتبعه أحدهم وجده جرح جراحة في المعركة فجزع وقتل نفسه، تحامل على سيفه وقتل نفسه. فقال ذلك الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل النفس لا يجوز بحال من الأحوال، وعلى المسلم أن يصبر يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما الذين ينتحرون يسمون هذا بالجهاد بالتفجير وغير ذلك، فهؤلاء من هذا الصنف متوعدون بالنار والعياذ بالله. وهم يقولون هذا يدخل الجنة، هذا في سبيل الله شهادة، يقولون هذا شهادة، هذا ليس شهادة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وموجب لدخول النار. الشهادة أن تقتل في سبيل الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: قتلوا، ولم يقل قتلوا أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يقول: بعض الشباب يتسرع بالطلاق من زوجته، وذلك لبعض الأمور الصغيرة والتي يمكن حلها بين الطرفين، ما هو توجيهكم لهؤلاء الشباب المتسرع؟ توجيهنا أن لا يتسرعوا في الطلاق، وأن يعالجوا المشاكل مع زوجاتهم، وأن يتجنبوا الغضب، وأن لا يجعلوا الطلاق على ألسنتهم، لأنه خطير ويترتب عليه مضار عظيمة. فعلى المسلم أن يمسك لسانه عن الطلاق،
إلا في مواضعه التي لا بد من الطلاق فيها. نعم. فضيلة الشيخ صالح، هناك بعض الأزواج ممن يهددون زوجاتهم بأنها إذا أنجبت مثلا أكثر من بنت، 3 بنات أو 4 بنات ولم تنجب ولد، أنها مطلقة أو أنه سوف يتزوج عليها، مما يسبب إزعاج لهذه المرأة، وهي تسأل أن تقول ما هو توجيهكم والنصح والإرشاد في مثل هذه الأمور؟ نسأل الله العافية. هذا من الجهل ومن تدخل في قضاء الله وقدره. المرأة ما حيلتها في الذكورة والأنوثة؟ ما حيلتها في كثرة الأولاد؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره ويرضى بالأولاد، لأنه لا يدري ما المصلحة، ربما يكون هؤلاء الأولاد سببا في سعادته وسببا في نفعه، فلا يكره الأولاد، سببا في رزقه أيضا، فإن الله يرزق، الله جل وعلا يرزقهم، لن يخلق الله مخلوقا يضيعه، فرزقهم على الله. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. رزقهم على الله، وهذا من أفعال الجاهلية، الذين يقتلون الأولاد خشية الفقر هذا من أفعال أهل الجاهلية، والذين لا يقتلونهم لكن يسيئون الظن بالله كثرة الأولاد سبب الفقر وأن هذا أيضا من سوء الظن بالله عز وجل والاعتراض على الله، فإن الله خلقهم لحكمة وهو المتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. نعم. أحسن الله إليكم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأخ: ما المقصود بذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما المقصود بهذا الإيمان؟ الحديث فيه مقال وصححه الإمام النووي في 40، ومعناه واضح، أن الإنسان يحب ما أمر الله به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير، لأن ما شرعه الله عز وجل وجاء به رسوله هو خير للإنسان، فعليه أن يحبه ولا يتبرم منه. وأما من يتبع هواه، إذا خالف ما جاء به الرسول، خالف هواه، تبع هواه وترك ما جاء به الرسول، قال الله جل وعلا فيها: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، ختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الرحمن من الرياض له بعض الأسئلة عن الوضوء، يقول: سؤاله الأول يسأل عن حكم التسمية في الوضوء. التسمية في الوضوء واجبة في بدايته، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعند الجمهور أنها مستحبة ليست واجبة، عند الإمام أحمد أنها واجبة لهذا الحديث. نعم. يقول: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ الترتيب أن يتوضأ كما جاء في الآية، يبدأ بالوجه، منه المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل اليدين مع المرافق، ثم يمسح برأسه كله مقبلا ومدبرا بالماء، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، بالترتيب هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. نعم. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول: إذا توضأ المصلي ونسي عضوا من الأعضاء فما الحكم؟ إذا كان الوقت قريبا ولم تنشف أعضاءه فإنه يغسل العضو وما بعده، يكمل وضوءه، أما إذا طال الوقت ونشفت الأعضاء فإنه يعيد الوضوء من جديد. نعم. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه مصاب بحادث سيارة وعليه جبيرة على أسفل القدم مع الساق، كيف يكون المسح عليها؟ وهل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة؟ إذا كان عليه جبيرة أو عليه غماد على الجرح أو على الكسر وهو في موضع الوضوء، فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، يمسح على الجبيرة أو على الغماد الذي على الإصابة، ويكفي هذا عن غسل ما تحته، ولا يكون هناك تيمم، يكفي المسح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ نعم، إذا كان بشهوة، إذا مسها مباشرة من غير حائل وبشهوة، بهذين الشرطين أن يكون مباشرة، والشرط الثاني أن يكون بشهوة، إن هذا ينقض الوضوء، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، فسر الملامسة باللمس باليد. نعم. بارك الله فيكم. من أسئلة هذه الحلقة، هذه السائلة
تقول: المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تتوقف عن الصلاة والصيام؟ نعم، إذا نزل عليها دم بعد 80 يوم، إذا نزل عليها دم بعد مضي 80 يوم على الحمل فإنها تكون نفساء، تترك الصلاة والصيام مع نزول الدم إلى 40 يوم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يقول: رجل كبير فاقد الذاكرة، هل تلزمه التكاليف الشرعية؟ إذا لم يكن عنده عقل ولا إدراك ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكليف تابع للعقل والإدراك. نعم. وإذا كان مغمى عليه؟ لا، المغمى عليه إذا أفاق فإنه يقضي، إذا طال الإغمى. نعم. أياما كثيرة أو شهورا ثم أفاق فإنه يصلي ما بقي المستقبل يعني، وأما ما مر عليه وهو مغمى عليه هذه المدة طويلة فلا يقضيه. نعم. عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: إذا تناول الشخص الطعام هل يقول بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ نرجو التوضيح. الذي ورد أنه يقول بسم الله ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من يخصص شهر رمضان لدفع الزكاة، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن قصده فضيلة الوقت، ولكن كونه يحبس الزكاة إلى أن يأتي رمضان هذا لا يجوز، إخراج الزكاة على الفور إلا إذا أخرها لسبب واضح، يجوز التأخير لسبب واضح، أما تأخيرها من أجل تحصيل الفضيلة، الفضيلة في التعجيل، تعجيل الزكاة للمحتاجين. نعم. سؤاله الآخر يقول: دفع الزكاة من غير المال لا بأس به، إذا أخرج القيمة التي تقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائع أو سلع أو عروض تجارة لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان الفقير يحتاج إلى هذه الأشياء، هذه العروض مصلحة، يراعي مصلحة الفقير. نعم. سائل آخر يقول: هل يقع طلاق الحائض والحامل؟ هذا يراجع الإفتاء ولا القضاء. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: ما هي الشروط الفاسدة التي تبطل عقد النكاح؟ الشروط الفاسدة التي تبطل عقد النكاح مثل نكاح المتعة، نكاح المتعة ومثله النكاح بنية الطلاق أيضا، هذا يفسد ولو لم يشرطه ظاهرا وإنما هو في قلبه، أن الزواج يراد للاستمرار لا يراد للتوقيت فقط، سواء نواياه الزوج والزوجة أو نواه هو فقط، لا يجوز هذا. وأما إذا صرح به أنه مؤقت هذا متعة، والمتعة مجمع على تحريمها، كذلك نكاح الشغار إذا تزوجها من أجل أن يحللها لمن فاتت عليه من مطلقها هذا باطل، عقد باطل. إذا اشترط على غرض ما في المستقبل، مش مثل يعني مثلا إذا قال مثلا إذا جاءت والدتها أو شيء فإن عقد النكاح باطل، لا يجوز توقيت النكاح، نكاح يراد للاستمرار ما هو مؤقت ولا يعلق على شرط، ما يقول إذا جاء فلان زوجتك ابنتي فأنا قد زوجتك ابنتي، لا يجوز تعليقه على أمر المستقبل بل هو منجز. نعم. يسأل أيضا يقول: ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن تجعل المرأة مقابل المرأة، زوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو موليتي على أن تزوجني موليتك، هذا هو الشغار، سمي شغارا لخلوه من المهر، لأن الشغور هو الفراغ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم من جازان يقول: السلام عليكم يا شيخ، وزوجتي عندها ذهب وفي المناسبات فقط تلبسه، هل فيه زكاة؟ لا، إذا كان للاستعمال ولو في المناسبات ليس فيه زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا حمد علي آدم سوداني مقيم في المملكة يقول: ما هي الاستخارة الشرعية ومتى تطبق؟ الاستخارة الشرعية أن تريد أمرا هل تفعله أو لا تفعله، أمر مهم، زواج، مشاركة شخص، سفر، أشكل عليك هل تمضي أو لا تمضي، تصلي ركعتين وإذا سلمت من الركعتين تدعو بدعاء الاستخارة الوارد. نعم. بارك الله فيكم. هذه امرأة كبيرة في السن تقول: أنا كثيرة الأيمان على الصغيرة والكبيرة، فما حكم أعمالي هذه وما توجيهكم؟ لا يجوز للإنسان أن يكثر من الأيمان، بل يقلل من الأيمان ولا يستعملها إلا عند الحاجة، ويكون صادقا في يمينه، لأن كثرة الأيمان علامة النفاق على الله جل وعلا، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف، في الحديث أن من الثلاثة الذين يغضب الله عليهم غضبا شديدا أن رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه،
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. أبو ماجد من جدة يقول: هل الزوجة إذا توفي زوجها وهو مسافر عنها أكثر من سنة هل تجب عليها العدة؟ بلا شك تجب عليها العدة من وفاته، تعتد من وفاته لا من بلوغ الخبر، وإنما من حصول الوفاة تبدأ العدة، حتى ولو لم تعلم إلا بعد ذلك فالعدة بدأت من وفاته، ربما أن تكون بلغها الخبر وقد خرجت من العدة لتأخر الخبر ومضي 4 أشهر و10 أيام على وفاته تكون خرجت من العدة. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذه تسأل تقول: ما حكم الجمع في نية الصيام بين صيام القضاء وصيام الاثنين والخميس؟ لا يجمع بينهما، القضاء هذا واجب والاثنين والخميس هذا مستحب، فيقضي ما عليه أولا ويبرئ ذمته ثم يصوم صيام التطوع. نعم. هذه فاطمة من مكة المكرمة تقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل لمدة 2 سنين وذلك بعذر شرعي؟ تأخير الحمل إذا كان بعذر شرعي وقرر الأطباء أنها بحاجة إليه لا مانع من تأخيره. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.